السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم اسلام خليفه على اليوتيوب. لو دي اول مره بتشوف الفيديو بتاعنا ما تنساش تدوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس. لو في اي استفسار او اي تعليق علق في صندوق التعليقات ونرد عليك في اقرب وقت. فيديو النهارده من الفيديوهات المهمه جدا اللي اعرفك فيه ازاي تتخطى النمط او كلمه السر طول انك دخلت نسيت النمط اللي انت عامله فيه شاشه القف مش عارف تفتح الموبايل مره ثانيه. في حلقه النهارده هعرفك ازاي تمسح الكلمه دي وما تحتاجش انك تروح لمركز صيانه وياخد مبلغ على الفاضي. اول حاجه انت بتعمل محاوله اللي بتكون المحاوله الاولانيه وهي انك مش عارف النمط بتاعك فبتقعد تدخل فيه اكتر من مره غلط بالشكل ده لحد ما بيظهر معاك ويقول لك انت رسمت النمط 5 مرات غلط. فحاول بعد 30 ثانيه ويبدا يظهر خيار تحت هنا اسمه خيار رمز البن الاحتياطي. استنى لحد ما 30 ثانيه يخلصوا بعد كده بتخش رمز البن. اغلب رمز البن بيكون حوالي 4 اصفار او 1 2 3 4. مجرد ما تدوس على رمز البن هيروح مدخلك على الاعدادات زي ما هيظهر قدامكم دلوقتي وهوريكوا ازاي هتخش نمسح النمط من خلال الوظيفه دي. هندوس فتح القفل. هنا بيقول لك رمز البن. هندوس على رمز البن 2 3 4 4 اصفار. هتلاقي ان البرنامج فتح معاك وبدخلك على شاشه الضبط من داخل الموبايل بيقول لك عايز تعمل نمط تاني او بدون قف او كلمه مرور. فانت ممكن تفعل النمط مره تانية بالشكل ده. هيقول لك متابعه. تفعل النمط مره تانية تاكيد. بيقول لك بقى دخل رمز البن الاحتياطي وده اللي تقدر من خلاله تمسح النمط في حاله انك نسيته. هندخل 4 اصفار ونخليه بسيط جدا. افترض بقى يا سيدي انك الموضوع ده مش عارف تعمله او نسيت برضو النمط ونسيت رمز البن، فما قدامكش غير حل من 2 وهي انك تروح لمركز الصيانه ويقول لك عايز مبلغ معين وفي الاخر هتلاقي الموبايل بتاعك اتفرمت او مسح كل البيانات اللي عليه. فاحسن حاجه بالنسبه لك انك ممكن تدخل الموبايل بتاعك على الكمبيوتر من خلال كابل USB وتنقل كل الملفات اللي عندك وتشيل الخط وتشيل كارت الميموري وبعد كده هنقفل الموبايل. كل اللي عليك انك هتنفذ اللي هتشوف الفيديو ده عن طريق انك بتضغط على زر الخفض زر رفع الصوت مع زر الباور الاثنين في نفس الوقت بالشكل ده وبعد كده تشيل ايدك. هتلاقي هنا معاك ظهر الشاشه دي وهي شاشه الضبط الخاصه من الخارج وهتنزل بالاسهم علشان تختار الخيارات اللي انت عايز تختارها. والخيار اللي يهمنا هنا هو الخيار الثالث واللي هي ويب داتا فاكتوري ريست. ملحوظه ان الخيار ده هيمسح كل اللي على الموبايل او بالمعنى اصح هيعمله اعاده ضبط مصنع من الخارج وده اسلم خيار ليك. ليه بقول لك انا اسلم خيار ليك؟ لانك ممكن تعمل له ريكفري مود وتمسح من غير ما تمسح الباسورد من غير ما تعمل الكلام ده. بس ريكفري مود مش مدعم لبعض الاجهزه وكمان ليه ضرر كبير جدا على الاجهزه لو انت بتنزله. فاسلم حل ليك انك تنقل كل الحاجات عندك على الكارت عن طريق كابل USB على الكمبيوتر وبعد كده تمسح البيانات دي من خلال الضبط اللي اقول لك عليه. علشان تفعل الخيار ده هتدوس على الاوكي. فطبعا انا مش هدوس اوكي علشان هيروح ماسح كل اللي عليه وانا بس عامل فيديو للشرح مش عارف. طبعا انا عايز اعمل ريستارت للجهاز. تطلع فوق كده ريبوت سيستم ناو وبعد كده هتدوس اوكي. لو جيت بصيت هنا بيقول لك اندرويد سيستم ريكفري. بيقول لك الازرار اللي بيعلي ويوطي هو اللي تقدر تتحكم فيهم. وانتر باور بيقول لك لو عايز تختار حاجه هندوس على زر الباور اللي هو الزر اللي هو ظهر قدامكم دلوقتي. هتدوس هنا على ريبوت سيستم ناو واللي هيعمل اعاده تشغيل للموبايل مره ثانيه. طبعا في فيديو النهارده اتكلمت على افضل خيارات موجوده قدامك علشان تعمل اعاده مسح لكلمه السر ده لو انت مش عايز تروح مركز صيانه وتدفع مبلغ ملوش 30 لازمه. طبعا في اجهزه في مراكز الصيانه ممكن لو في عندك بيانات مهمه جدا في برامج معينه بتنزل على الجهاز متخصصه انها بتخش على جذر التليفون من الداخل وتخش على الملفات الخاصة بالباسورد داخل الموبايل عن طريق الكمبيوتر وتمسح الحاجات دي كلها. بس هياخد مبلغ ومبلغ محترم. يعني في فيديو النهاردة عرفتك ازاي تمسح كلمة السر من خلال وضع الريكفري مود من الموبايل وكمان عرفتك من خلال وضع البين كود اللي بيظهر لما انت تدخل كلمة السر او النمط اكتر من مرة غلط. فانت تلقائي بيدخلك على البين كود علشان تدخله ده في حالة انك كنت عامل بين كود احتياطي في حاله انك نسيت النمط. وفي النهايه اتمنى فيديو النهارده يكون فيديو مهم جدا لحضراتكم واشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.